إذن تابعنا معكم مشاهدينا الكرام وعلى الهواء مباشرة افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد كبير من المشروعات القومية العملاقة لتنمية شبه جزيرة سيناء وذلك بمحافظة السويس. تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان عبور جديد، وسرد الفيلم الإنجازات التنموية التي تحققت داخل الدولة المصرية وصولا إلى المشروعات القومية التي تم افتتاحها اليوم لتنمية شبه جزيرة سيناء مثل نفق الشهيد أحمد حمدي 2 وغيرها من أجل منظومة أنفاق تربط الدولة المصرية بسيناء بشكل كامل. ونعى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ببالغ الحزن والأسى المشير محمد حسين طنطاوي الذي وافته المنية في يوم ذكرى وفاة الزعيم أحمد عرابي، وأعلن الحداد الرسمي كما أطلق اسم المغفور له بإذن الله على قاعدة الهايكستب العسكرية تقديرا واحتراما لدور هذا الرجل العظيم في تاريخ مصر. متابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي. دكتور شريف، بعد التحية، في أي سياق وفي أي إطار تضع هذه المشروعات القومية العملاقة التي تم افتتاحها اليوم من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ أول حاجة الحقيقة يعني قبل ما أتكلم، أنا بانعي المشير طنطاوي رحمة الله عليه، اللي الحقيقة كان له دور كبير في إنقاذ الدولة المصرية، وربنا يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته. بالنسبة للافتتاحات التي تتم الآن والتي تتم عبر الوقت على مدار يعني ما بيعديش شهر إلا ويكون في افتتاحات لمشروعات كبيرة، أنا بحطها في سياق أساسي وهو الوفاء بالعهد. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما تولى مقاليد الحكم في مصر عاهد الشعب المصري على ان يكون مخلصا ووفيا للدوله المصريه وان يقوم بكل جهد من اجل ان تكون مصر دوله قويه، دوله متقدمه، وان يوفر كل ما هو ممكن لنقل حياه المواطنين المصريين على حسب مستوياتهم وفئاتهم الى الافضل. فطبعا سيناء تمثل بالنسبه لمصر هي نقدر نقول، انا زي يمكن دايما قلت الكلام ده قبل كده، ان هناك دول بتروليه وبالتالي هناك دخل مهم لهذه الدول من البترول، هناك دول اخرى متقدمه صناعيا، ومصر الحمد لله لديها شبه جزيره سيناء. شبه جزيره سيناء هي تعتبر منجم مصر الأول لتحقيق كثير من أوجه النمو والتقدم في كثير من المجالات، وعلشان كده كان اهتمام القيادة السياسية بها من أول. نعم دكتور شريف، يعني ربما هذه المشروعات القومية العملاقة بتأتي بالأساس لخدمة المواطن المصري والارتقاء بالمستوى المعيشي والاجتماعي والاقتصادي له من النواحي المختلفة: بنية تحتية، تعليم، صحة، زراعة. كيف ترى يعني هذه المنظومة المتكاملة التي يتشارك ويتفاعل فيها الجهات المختلفة المعنية من أجل يعني إخراج هذه اللوحة الوطنية العظيمة لهذه المشروعات القومية العملاقة؟ طبعا لازم أولا نؤكد أن القيادة السياسية لما انتهجت نهج أن يكون هناك متابعة دقيقة لكل ما يتم الإعلان عنه بالمشروعات، وأن هناك آلية بيتم بيها مراقبة خطوات تنفيذ المشروعات المختلفة، هو ده السر الأول في نجاح المشروعات الحقيقة، اللي هي احنا كل يوما بعد يوم بنجد مشروع كبير، مشروع عملاق، مشروع جديد بيتم افتتاحه وفي توقيت زمني متميز وفي مدة زمنية تعتبر قليلة.
طبعا التناغم اللي سيادتك ذكرتيه هو اجهزه الدوله المختلفه كلها بتعمل تحت قياده حكيمه رشيده، وبالتالي عندما تكون القياده صالحه فالكل يعمل في الاتجاه الصحيح. في نفس الوقت نحن الان ايضا لازم ان نشيد بالشعب المصري اللي هو تحمل في بدايه برنامج الاصلاح الاقتصادي 3 سنوات كانوا الحقيقه في منتهى الاهميه، ولكن ثقه القياده في شعبه وثقه الشعب في قيادته هي التي جعلت سفينه الوطن تمر من كل الازمات واخرها جائحه كورونا بكل سلام وبكل امان، وان التنميه والنمو المستمر والمستدام الان موجود في كل ربوع مصر، واخص ايضا شبه جزيره سيناء منجم التنميه لمصر. طب فيما يتعلق بشبه جزيرة سيناء منجم التنمية في مصر والحرص الدائم على إقامة عدد كبير من المشروعات التنموية المختلفة في هذه المنطقة الغالية على قلوب كل المصريين حتى لا تنعزل ولا يتم تهميشها كما كان في السابق للأسف عن باقي أركان الدولة المصرية، كيف ترى هذه الجزئية وحرص القيادة السياسية على تنمية سيناء بشكل كبير؟ طبعا سيناء هي الحقيقة زي ما سيادتك ذكرت بالضبط هي جزء عزيز على قلب كل مصري، ولكن العقود السابقة قبل تولي السيد الرئيس لم تنظر إليها بالشكل المناسب. السيد الرئيس الوضع استراتيجية متكاملة لثلاث حاجات. الحاجة الأولانية هو الربط الكامل بين سيناء الجزء العزيز على قلب كل مصري بمصر الإفريقية. العنصر الثاني في هذه الاستراتيجية هو تنمية شبه جزيرة سيناء بشكل متوازن ومتوازي بالنسبة للقطاعات المختلفة، سواء بالنسبة للبنية التحتية للمشروعات التعليمية تحت شبه جزيرة سيناء تحتضن جامعة على مستوى العالم. يبدو أننا فقدنا الاتصال، نعتذر عن هذا العطل من المصدر. أشكرك جزيل الشكر الدكتور شريف الخوريبي الخبير الاقتصادي، وينضم إلينا الآن هاتفيا للمزيد من التفاصيل والمتابعة والتحليل الدكتور وليد جاب الله أستاذ التشريعات الاقتصادية. دكتور وليد بعد التحية، يعني تنمية شبه جزيرة سيناء، كيف ترى الجديد فيما يتعلق بهذه جملة من افتتاحات المشروعات القومية العملاقة؟ أهلا وسهلا يا أستاذ أمل، وأهلا وسهلا بكل مشاهدي النيل الأخبار. في البداية بتقدم بخالص العزاء للشعب المصري لفقيده البطل والقائد المشير محمد حسين طنطاوي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وجزاه خيرا بما قدمه لوطنه في مرحلة من أصعب مراحله. أما عن سيناء فسيناء بالتأكيد سيناء هي ليست مجرد مشروع تنمية، ولكن سيناء هي بقعة تسكن في بقاع الشعب المصري بالكامل، ارتوت دماءها بدماء المصريين عبر الأجيال. بالتالي فإن تنمية سيناء ليست خيار، ولكن فيما قبل كانت التنمية في سيناء مجرد أحلام وبعض المحاولات البسيطة اللي شاهدناها في تطوير القطاع السياحي في الجنوب وبعض المحاولات محدودة الأثر. أما منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي فإن العزم والتصميم على تنمية سيناء هو كان شهد إرادة وشهد تنفيذ على أرض الواقع بصورة لم يسبق لها مثيل. تم دمج مشروع تطوير قناة السويس مع مشروع تنمية سيناء بحيث أن يكون هناك تنمية حقيقية تربط ما بين سيناء وما بين الوادي والدلتا. شهدنا افتتاح 4 أنفاق سابقا، واليوم يتم افتتاح النفق الأخير للشهيد أحمد حمدي لنكون أمام نفقين أحدهما للذهاب والآخر للعودة.
إذا هركز على ملف الأنفاق في البداية، الأنفاق كانت مجرد حلم. افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي القديم كان في ذاته حلما للمصريين، فما بالنا بإضافة 5 أنفاق. النفق الأخير الذي يتم افتتاحه اليوم هو نفق بأيدي مصرية بالكامل، شركتين مصريتين قاموا بتنفيذه، ليس مجرد نفق لمن يريد. شاهدنا في التقرير كيف أن الأمور أكثر تعقيدا، هناك إدارة للنفق، هناك مياه جوفية، هناك روابط بتربط ما بين النفق القديم والنفق الحديث، هي منظومة حديثة معقدة التفاصيل اكتسبت من خلالها الشركات المصرية تجربة وخبرة بتؤهلها أن يكون لها دور في نقل تلك التجارب في مشروعات إعادة الإعمار في الدول الصديقة، سواء في إفريقيا أو في غيرها من الدول اللي مصر بتعقد معها اتفاقات خلال الفترة الحالية. بالتالي الأنفاق لها دور في الشركات، لها دور في تشغيل المصريين، يضاف إلى ذلك ما تم افتتاحه من طريقين إضافيين بأعمال كباري وإنشاءات مرتبطة بهم، يتم إضافتهم إلى الشبكة المستهدف أنها تصل إلى ما بين 12 ل 14 ألف كيلو طرق. هي بتطور سيناء، فلسفة التعمير في سيناء بتقوم على تطوير البنية التحتية، ضخ استثمارات كبيرة في أمور من المستحيل أن يدخل فيها القطاع الخاص. نعم، إذا دكتور وليد، فيما يتعلق بهذه الاستثمارات، كما نعلم جميعا أن منطقة قناة السويس منطقة واعدة، يعني وهناك سعي لأن تكون منطقة لوجستية متكاملة، كيف يمكن البناء على ما تم من مشروعات قومية عملاقة ومن أعمال تنموية بشكل عام والاستفادة منها في جذب الكثير والعديد من الاستثمارات، وأيضا أن تكون داعمة ومساندة في المقابل للاقتصاد المصري بشكل عام؟ الحقيقة الدولة سواء في سيناء أو في محور تنمية قناة السويس، وبعد أن تم دمج المشروعين، قامت بأعمال البنية التحتية والبنية التشريعية اللازمة. شاهدنا تطوير المواني، كافة المواني، ميناء العريش، ميناء شرق بورسعيد، البورسعيد، العين السخنة، الأدبية، كل المواني تم تطويرها. هناك تطوير في المطارات، هناك ربط ما بين مناطق الإنتاج ومناطق التصنيع ومناطق التصدير، هناك إنشاء الكثير من المدن الصناعية. تابعنا في الفترة الأخيرة توقيع عقود كثيرة مع هيئة تنمية محور قناة السويس اللي بيتم فيها استغلال والاستفادة أو دخول الشركات الكبرى في محور تنمية قناة السويس بما يفيد الجميع. يعني الشركات لما تأتي إلى مصر هي تعلم أهمية هذه المنطقة، تعلم الحوافز والضوابط والضمانات اللي بتقدم إليها في هذه المنطقة. في نفس الوقت مصر بتستفيد من خلال وجود هذه الشركات، إضافتها للناتج المحلي الإجمالي، تشغيل المصريين في تلك الشركات. هي منظومة متكاملة علشان تلك الشركات تبدأ تتوافد مثلما نراه الآن. كان لابد من أن تقوم الدولة بما قامت به من عمليات تطوير للمحور، عمليات تطوير لسيناء. الأمر لا يقف عند مجرد أراضي صناعية ومشروعات تنمية، ولكن كان من المهم أن يكون هناك تطوير للمواطن في سيناء وتقديم الخدمات له. تم إضافة فصول تعليمية، تم إضافة غرف في المستشفيات والتوسع في الرعاية الصحية. الإسكان كان له دور كبير، وفي تجمعات سكانية جديدة تابعناها متنوعة، سواء بالنظام الحديث من نظام العمارات أو بالبيوت البدوية. التوسع لم يقف عند الجنوب ولكنه امتد إلى الشمال في المناطق الزراعية. وتابعنا اليوم كيف أن الرئيس أشار إلى محطة معالجة مياه الصرف ببحر البقر، واللي هيكون لها دور كبير في التوسع الزراعي في شمال سيناء. هي مشروعات متكاملة بيكون فيها دور الدولة التصدي إلى المشروعات الصعبة المحدودة، يعني عديمة الربحية أو محدودة الربحية. صحيح. إذا عن هذه المشروعات المتكاملة كما تحدثت الآن دكتور وليد، وأن الأمر لا يقتصر فقط على يعني إنشاء أنفاق، ولكن الفكرة بالأساس تكمن في النهوض بالحياة المعيشية والاقتصادية للمواطن المصري بشكل عام. تابعنا من خلال كلمات السيد الرئيس عبد الفتاح
الفتاح السيسي في إطار هذه الافتتاحات منذ قليل، الحديث عن أمور عدة فيما يتعلق بالبنية التحتية، أيضا الحديث عن التعليم، الحديث عن المنشآت الصحية ورفع كفاءة المراكز الصحية المختلفة في هذه المنطقة الهامة والحيوية في مصر، الحديث أيضا عن قطاع الزراعة وغير حقيقة من القطاعات المختلفة اللي تم التطرق إليها منذ قليل من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. إذن كيف ترى هذه المنظومة المتكاملة للتنمية في هذه المنطقة الهامة في مصر؟ أنا عايز أقول في البداية إن عملية التنمية لما بنتحدث عن سيناء بنشوف مدى الاهتمام، لما بنتحدث عن مبادرة حياة كريمة بنشوف مدى الاهتمام بالريف المصري، لما بنتحدث عن المدن القديمة المصرية والمحاور المرورية والطرق والكباري اللي بتتم بنشوف مدى الاهتمام بالمدن المصرية، لما بنشوف الاهتمام بالصعيد ومشروع تنمية الصعيد بنشوف مدى الاهتمام بالصعيد. فكرة التهميش لم تعد موجودة على خارطة الدولة المصرية، عملية التنمية هي عملية شاملة من الناحية القطاعية تشمل كافة القطاعات، وشاملة من الناحية الجغرافية تشمل كافة المناطق الجغرافية. سيناء هي سيناء في قلب الوطن، التنمية في سيناء يشعر بها الآن المواطن السيناوي، وهي فرصة أيضا لجذب مزيد من الشباب والكثافة السكانية من الوادي والدلتا لزيادة السكان في سيناء. وجود السكان في سيناء هو أمر من المهم جدا في الناحية الاقتصادية، وبيتجاوز الناحية الاقتصادية إلى آفاق كثيرة ومتنوعة. الاهتمام بالمصريين بدأ من سيناء وبدأ أو من محور تنمية قناة السويس أيضا في بورسعيد بالاهتمام بالمواطن المصري بمشروع التأمين الصحي لكل المصريين اللي أشار إليه النهاردة سيادة الرئيس، وده مشروع مهم جدا لأنه بيغطي صحة المصريين وكيف أن المواطن المصري يتلقى علاجه بصورة مجانية من خلال هذا المشروع. المشروع كان مخطط إليه 15 سنة، بدأ من محافظة بورسعيد وتتولى المحافظات دخولا إلى هذا المشروع، إلا أن الرئيس أكد على أن تم النزول إلى 10 سنوات، خلال 10 سنوات يتم تغطية مصر بالكامل من خلال مشروع التأمين الصحي. وبدأ من حديث الرئيس مدى أنه بيحاول أنه يقلص مدة 10 سنوات دون الإخلال بالاعتبارات التي تحكم هذا المشروع، ولكن منتهى الجديه اللي بتتناول بها الدوله المصريه ذلك الملف. اذا دكتور وليد اسمح لي ان اتوقف معك عند هذه النقطه تحديدا، وربما التي دائما وابدا يؤكد عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فكره اننا لا نملك رفاهيه الوقت. كيف ترى صعوبة المهمة من حيث يعني البناء والتعمير والتشييد، وفي المقابل أن تكون كل هذه الأمور وهذه المشروعات في فترة زمنية وجيزة وقصيرة، حفاظا أيضا بالأساس على يعني كفاءة وإتقان العمل بشكل عام؟ الحقيقة أستاذ أمل، مصر لعقود كانت مسيرة التنمية فيها بتسير ببطء وبسرعة أقل بكثير مما يسير به العالم. الآن لكي نصل إلى مكانتنا التي نستحقها محتاجين أن احنا نضاعف سرعة الإنجاز عندنا في مصر حتى نعوض عقود من البطء التنفيذ. هذا الأمر لم يكن ليتم بدون تمويل، والتمويل لم يكن ليوجد إلا من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي. لما بنتكلم على برنامج الإصلاح الاقتصادي 2016-2019 اللي تحملنا احنا كمصريين آلامه وصعوباته ثقة في السيد الرئيس، اليوم السيد الرئيس لا يخذلنا، وهكذا نشاهد المشروع تلو المشروع. كل هذه الأمور من نتاج إصلاح مالية الدولة وإصلاح مخصصات الموازنة العامة، الأمر الذي عزز من مالية الدولة المصرية وأهلها إلى أنها تتصدى لجائحة كورونا وتبعاتها، تتصدى للمشروعات القومية. يتم افتتاح كل تلك المشروعات لولا تلك الثقة التي وثقها الشعب في السيد الرئيس، وثقة السيد الرئيس في الشعب الذي كان لديه العقيدة أنه سيستجيب وسوف يتقبل. ما كنا شاهدنا تلك الصور المبهرة التي نراها في افتتاحات اليوم وغيرها من الافتتاحات، الأمر الآن أصبحت الدولة المصرية قادرة على تنفيذ ما تريد
لا تنفذ بسرعة عشوائية، ولكن لديها استراتيجية لمصر 2030، لجمهورية جديدة، لدولة جديدة، المشروعات محددة وتسير وفقا لخطط ولأطر ولدراسات محددة بتسير بها الدولة المصرية بسرعة بالغة لتعويض ما فات من سنوات. نعم دكتور وليد، يعني إلى أي مدى ترى أن هذه المشروعات القومية العملاقة سواء في منطقة أو في تنمية شبه جزيرة سيناء أو غيرها من المناطق المصرية المختلفة تتفق وتتسق وتتناغم وتتجانس مع مفهوم الجمهورية الجديدة ومفهوم الدولة المصرية الجديدة بما يتسق مع حضارة مصر وثقافة مصر وبما يليق بها بطبيعة الأحوال؟ إذا رجعنا لكلمة السيد الرئيس بالأمس في الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بالتنمية المستدامة، هنشوف كيف أن هناك تصميم من الدولة المصرية أن تسير في مشروعاتها التنموية في إطار يراعي أهداف التنمية المستدامة الأممية، وأن الاستراتيجية المصرية لمصر 2030 تتفق تماما مع استراتيجية الأمم المتحدة لـ 2030، وأن الدولة المصرية تتبنى مشروعاتها بصورة خضراء تراعي في كافة مشروعاتها الحفاظ على البيئة والحواء، وتتوجه بالأكثر إلى المواطن المصري للحد من الفقر ولتعزيز جودة الحياة للمصريين. جودة الحياة بتتعزز من خلال تلك المشروعات. أنا عايز أؤكد على فكرة، هل الاستثمار في البشر أم في الحجر؟ لا يوجد فارق ما بين الاستثمار في البشر أو الحجر، فهم وجهان لعملة واحدة. عندما نتحدث عن طرق وأنفاق ومحطات معالجة وكباري وغيرها من مشروعات البنية التحتية في الإسكان وفي غيره، من يقومون بتلك المشروعات هم مصريين، ملايين من المصريين الذين يعملون في تلك المشروعات يحصلوا على رواتب يقوموا بإنفاقها على تطوير أنفسهم وعلى تعليم أولادهم وعلى رعايتهم الصحية. الدولة المصرية هدفها هو المواطن، هدفها هو المواطن من خلال المشروعات القومية ومن خلال ما تكفله الدولة له من خدمات تزيد وتضطرد بصورة دورية مع تحسن أحوال الدولة المصرية تدريجيا. نعم دكتور وليد، يعني كيف ترى ربما من يحاول من المتربصين والمتنمرين والمتآمرين على مصر ربما التقليل والتهوين من حجم وعظمة هذه المشروعات القومية العملاقة في إطار ما يسمى بحرب السوشيال ميديا، أحيانا حرب الأكاذيب والافتراءات المختلفة، وكيف تأتي هذه المشروعات القوية لتكون يعني صامدة وثابتة أمام هذه المحاولات الكاذبة وهذه الجملة للأسف من الافتراءات التي تحاول بشكل أو بآخر النيل من أمن وسلامة واستقرار مصر؟ بالتأكيد أهل الشر لهم تاريخ طويل مع مصر. يعني احنا كنا بندرس في الكتب كان هناك من يعارض السد العالي ويهاجم السد العالي ويعتبره مشروعا فاشلا في التاريخ. هؤلاء امتداداتهم الآن بتنال الانتقاد لكل ما يتم افتتاحه بصورة شاملة وبصورة عشوائية، وكأنهم يرون يعني ما لا يراه الناس الآن لم تعد تعير مثل تلك الأقاويل أهمية، لأن التنمية امتدت إلى الجميع. لا يوجد مواطن مصري لم يسير على طريق جديد سهل له طريقه وقرب له المسافة. لا يوجد مواطن مصري في بقعة من بقاع مصر لم يشعر بالتغيير في تحسن في الطرق في المدن او في بناء مستشفيات او في زياده فصول. شاهدنا بالكامل التنميه، نراها رؤيه العين. اصبح البعض يتعجب من حجم الانجاز وليس يتعجب من بطء الانجاز. هناك الاجراءات كثيره جدا. اعتقد ان هناك مشروعات كانت ابعد من احلامنا كمصريين موجوده على ارض الواقع. الواقع هو ما يرد على الجميع، الصوره هي ما ترد على الجميع. اما فكره انتقاد النجاح فاعداء النجاح موجودين في كل زمان ومكان، ولكن لن يكون لهم تاثير على مواطن مصري يشاهد التنميه رؤيه العين ويعيشها ويعمل في تلك المشروعات التي يتم انجازها بالفعل. نعم أشكرك جزيل الشكر الدكتور وليد جاب الله أستاذ التشريعات الاقتصادية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة والمشاركة معنا. وأيضا للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي. دكتور كريم مساء الخير وأهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك يا فندم ومستمعيني للأخبار الكرام.
أهلا بحضرتك. يعني كيف تابعت اليوم كلمات السيد الرئيس عبد الفتاح؟ توقفت عنده في إطار يعني هذه الافتتاحات للمشروعات القومية العملاقة لتنمية شبه جزيرة سيناء مباشرة بطبيعة الأحوال من محافظة السويس؟ يعني طبعا عجلة التنمية يجب أن تستمر ولا تتوقف أبدا، يعني شبه جزيرة سيناء تبقى المنطقة الغالية علينا كمصريين، طبعا يعني تحوز على اهتمام الدولة المصرية في الفترة الكبيرة في الفترة الأخيرة، يعني استثمارات ضخمة بيتم ضخها في سيناء لأنها أيضا هي مساحتها كبيرة جدا، تعادل تقريبا ثلث مساحة مصر، غنية بالموارد الطبيعية، وبالتالي إن تنميتها أو تنمية سيناء كانت تمثل تحدي كبير أمام الدولة المصرية. كانت سيناء يعني لدينا ثلاث، كانت الدولة المصرية ثلاث تحديات كبرى في تنمية سيناء. طبعا كانت البداية الكثافة السكنية المنخفضة في سيناء، يمكن يعني محافظات سيناء سواء شمال سيناء أو جنوب سيناء، ولو أضفنا إليهم ثلاث محافظات القناة الإسماعيلية وبورسعيد والسويس لن تتجاوز نسبة السكان بهم تقريبا يعني 3.5 مليون نسمة، وده طبعا يعني تقريبا يعادل 3.5% أو 3% من عدد سكان مصر. كانت ذلك قامت الدولة المصرية بخطة أو استراتيجية لتوطين ما يقترب من يعني 8 أو 9 مليون مواطن في سيناء عن طريق بناء عدد كبير المدن الجديدة، مدن الجيل الثالث مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة، بئر العبد الجديد، مدينة الصور الجديدة، وأيضا مدينة بورسعيد الجديدة. بالتالي ده هيفتح المجال والطريق لتوطين المواطنين من باقي الدولة المصرية في سيناء علشان نفتح أنشطة اقتصادية جديدة للشعب المصري. كان أيضا التحدي الثاني وهو كان تحدي في غاية الأهمية سهولة الانتقال والخروج والدخول إلى شبه جزيرة سيناء، شبه جزيرة سيناء إلى الوادي والدلتا. يمكن إحنا زي ما شفنا النهاردة يعني كان ابتدينا أو بالفعل مشكلة تحدي الوصول والمواصلات والنقل إلى سيناء تم حله بشكل كامل، أصبح لدينا ثلاث أنفاق، أنفاق في بورسعيد والإسماعيلية وأنفاق السويس، بعد ما كان ليس لدينا الا نفق السويس فقط قبل ذلك. ايضا كان الجديد ان يعني فيما يخص انفاق سيناء ان تم بناءها وتشييدها بايدي مصريه وفنيين ومهندسين والات وماكينات مصريه، وده طبعا يعني يعتبر شيء ايجابي لان التجربه التنمويه حاضره، التجربه التنمويه المصريه حاضره بقوه. ايضا يعني التحدي الثالث هو توصيل المياه الى سيناء علشان يصبح يكون لدينا حياه، يعني لن تكون سيناء فقط يعني مناطق للسياحة أو التنزه والترفيه، ولكنها تكون منطقة تجذب الاستثمارات ويتم توطين والعيش فيها لعدد كبير من المواطنين المصريين علشان نقدر نستفيد منها. وعلشان كده كان أيضا يعني أنا زي ما قلت إن كانت الأنفاق اللي تم افتتاحها وكان منهم نفق تم افتتاحها اليوم علشان يدعم الاستثمار في شبه جزيرة سيناء وعلشان تسهل دخول وخروج العمال والمستثمرين والتجار، وأيضا حتى إن البضائع التي يعني تذهب إلى سيناء او تخرج من سيناء يعني يكون تكلفتها نقلها اقل وبالتالي يكون سعرها اكثر ترابطيه. طيب دكتور كريم، يعني وحضرتك استاذ الاقتصاد السياسي، وكما نعلم جميعا ان الاقتصاد والسياسه وجهان لعمله واحده، يعني الى اي مدى السلام والاستقرار السياسي والأمني والميداني له انعكاسات بطبيعة الأحوال إيجابية على الاستقرار الاقتصادي أو فيما يتعلق تحديدا ب يعني خلق هذا المناخ من المشروعات القومية العملاقة والاستثمار سواء في منطقة شبه جزيرة سيناء أو الاستثمار في ربوع مصر بشكل عام؟ طبعا انا زي ما قلت ان كان يعني ضعف عدد السكان كان طبعا يعني عائق، لان ده طبعا كان بيفتح المجال امام الجماعات الارهابيه، بيفتح المجال امام يعني التنظيمات المتطرفه ان هي يعني كانت بتنمو وتكبر وتلاقي بيئه هناك، لان طبعا يعني ما كان يعني عدد السكان منخفض، وبالتالي فمع التوطين مع يعني مكافحه الافكار المتطرفه مع مكافحه يعني مواجهه الارهاب، ان مواجهه الارهاب ليس فقط تكون بالحلول الامنيه ولكن ايضا بالحلول السياسيه وبالحلول الاجتماعيه، لان طبعا انا برضو شايف ان كل مشروع بيتم يعني
بنائه وتشييده ونجاحه في سيناء هو نقدر عليه معركة ضد الإرهاب. وأيضا كل فرصة عمل يتم توفيرها لأبناء سيناء هي أيضا رصاصة في قلب الإرهاب. وبالتالي طبعا يعني أن الجانب الأمني والسلامة والبيئة الاجتماعية دي كلها طبعا بتعتبر أمور تستحوذ على اهتمام الدولة المصرية. وبالتالي طبعا يعني أن الاقتصاد عندما تريد أن تدعم تلك المنطقة الغنية بالموارد سواء نشاط صناعي أو نشاط تعديني أو حتى نشاط زراعي وسياحي، فيجب طبعا يعني أن يكون في نوع من أنواع التعامل الاجتماعي مع يعني مع تحديات منطقة سيناء. وأنا عايز أقول طبعا أن هي الفرصة موجودة للجميع أن هو يشارك ويكون جزء من عملية التنمية اللي موجودة في سيناء. أنا زي ما قلت أن الدولة بتسعى لتوطين 9 مليون مواطن في سيناء علشان يعني علشان يكونوا جزء أو تكون سيناء محرك أساسي للاقتصاد المصري. وأنا أظن يعني أتوقع أن سيناء بما تحتويه من موارد كبيرة جدا يعني قد تكون خلال 10 سنوات القادمة من المحركات الأساسية للاقتصاد المصري، وقد تشارك بنسبة كبيرة من الناتج المحلي المصري. نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسية. نعى رئيس عبد الفتاح السيسي المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، وقال في تدوينة له على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: فقدت اليوم أبا ومعلما وإنسانا كثيرا ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن. المشير طنطاوي الذي تصدى لأخطر ما واجهته مصر من صعاب في تاريخها المعاصر، وكان طنطاوي بطلا من أبطال أكتوبر وبطولاته سجلت بحروف من نور في التاريخ المصري، وكان محبا ومخلصا لمصر وشعبها. وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المشير حسين طنطاوي قد قاد البلاد خلال عام 2011 حتى تسليم السلطة بعد انتخابات 2012، مشيرا إلى أن قيادته للبلاد في تلك الفترة العصيبة كانت بحكمة وإخلاص وتفاني شديد، حال دون سقوط مصر في الانهيار والحرب الأهلية. فترة تولى فيها مسؤولية هائلة في فترة من 2011 وحتى تسليم السلطة بعد الانتخابات اللي تمت في 2012. الفترة دي كانت فترة صعبة وقاسية جدا، وأقدر أقول بأمانة وشهادة للتاريخ أنه قاد هذه المرحلة بإخلاص شديد وبتفاني شديد وبحكمة شديدة جدا، أدت أن بفضل الله سبحانه وتعالى أن الدولة المصرية اللي كانت معرضة للانهيار والحرب أهلية كاملة أنها تعبرها بأقل حجم من الأضرار اللي ممكن تقابل دولة في مثل هذه الظروف. وأنا هقول كلمة كان دايما يقولها، يقول أنا ماسك جمرة نار في إيدي، هو كان بيقول كده، جمرة نار في إيدي بتولع إيديا ومش قادر أسيبها، لو سبتها هتحرق الدنيا. ده حقيقة الشعور اللي عاش بيه على الأقل فترة السنة ونص بتوع اللي كان المجلس العسكري بيتولى فيهم المسؤولية. يعني كانت فترة صعبة جدا جدا جدا، ودي شهادة والله للتاريخ وله. ومتابعة ينضم إلينا هاتفيا سيادة اللواء دكتور أركان حرب محمد زكي الألفي مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. سيادة اللواء يعني بعد التحية في البداية نتقدم إليكم ولكل أبناء الشعب المصري العظيم بخالص التعازي والمواساة في رحيل المشير محمد حسين طنطاوي. وفي بداية الكلمات، ما الذي يمكن أن تقوله عن مسيرة الراحل كقائد وكبطل من أبطال القوات المسلحة المصرية؟ اسمحي لي في أختم بخالص الأعزاء
لأسرة الطاوي السيد المشير المرحوم حسين الطاوي، وإلى الشعب المصري، وإلى كل محبيه، وإلى رجال القوات المسلحة. مسيرة سيادته الحقيقة كانت مليئة بالعطاء منذ عام 1956، منذ أن تخرج من الكلية الحربية، وشارك في حرب 56 و67، ثم حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 73 في المنطقة الشهيرة والمعروفة بالدفلسوار، وهي المعركة الرئيسية للفرقة 16 والجو 16، ومن ضمنها الكتيبة 16. وأيضا سيادته شارك عضو هيئة التدريس للكلية الحربية لأهم أجيالها وأبنائها، وبالتالي أيضا كان سيادته العديد من المناصب القيادية الرئيسية، منها قيادة الجيش الثاني الميداني وقيادة قوات الحرس الجمهوري، بالإضافة إلى رئاسته لهيئة عمليات القوات المسلحة، والتي كان في هذه القطعة ورئيسا لها. هناك أعمال القتال التي تمت في حرب الخليج. إذن سيادته الحقيقة له خلفية عسكرية كبيرة. وهناك بقى المرحلة الرئيسية التي تعرضت فيها مصر إلى حملات التمصير وحملات الإرهاب للاستيلاء على السلطة، وتمزيق مصر وتوجيهها في اتجاه الحرب الأهلية والاقتتال الداخلي والحرب الطائفية، والتي كانت تأخذها العديد أو تدعمها العديد من الجهات الأجنبية، وخاصة لهذه الجماعة الإرهابية وأعمال التطرف والإرهاب. إذن الحقيقة سيادته حافظ على مصر في هذا التوقيت، هو ومن معه من رجال القوات المسلحة، أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذين أداروا هذه الفترة باقتدار وحافظوا على الهدف الرئيسي، وهي لحمة مصر وشعب مصر وعدم التفتتة كما هو حدث في العديد من الدول الموجودة حولنا في المنطقة، والتي تسعى الآن إلى استعادة الأوضاع واستقرارها مرة أخرى. وطبعا مصر تقوم حاليا بدعم كل هذه الأعمال التي تعمل على إعادة المنطقة العربية إلى ما كانت عليه. نعم، أشكرك جزيل الشكر وخالص التعازي سيادة اللواء دكتور أركان حرب محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، شكرا جزيلا لسيادتك يا فندم. كان المشير محمد حسين طنطاوي قد توفي اليوم عن عمر ناهز 85 عاما، وقاد طنطاوي المجلس العسكري الذي حكم البلاد بعد ثورة شعبية أطاحت برئيس الراحل محمد حسني مبارك من الحكم عام 2011، بعدما شغل منصب وزير الدفاع على مدى أكثر من عقدين. استطاع المشير طنطاوي أن يحافظ على الوطن والشعب المصري في ظل ظروف كانت الأصعب في تاريخ الأمة المصرية. بعد رحلة طويلة من العطاء ومسيرة وطنية من أجل الحفاظ على مصر والعبور بالوطن إلى بر الأمان في وقت بالغ الصعوبة، غيب الموت المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق عن عمر ناهز 85 عاما، تاركا سيرة مليئة بالعطاء والتفاني في عمله العسكري منذ تخرجه في الكلية الحربية عام 1956. المشير طنطاوي كان رجلا محبا لوطنه، مخلصا في خدمته، ومتفانيا في أداء واجبه. ففي حي عابدين في القاهرة عام 1935 ولد طنطاوي، وحصل على الثانوية العامة من مدرسة الخديوية، والتحق بالكلية الحربية التي كانت حلما له لينضم إلى سلك الضباط في سلاح المشاة. تدرج المشير في مناصب القيادة، مارا بقائد فصيلة مشاة في حرب العدوان الثلاثي عام 1956، كما شارك في حرب يونيو عام 1967 قائدا لسرية مشاة، وعمل معلما بالكلية الحربية في الستينيات، وأتيحت له الفرصة لتخريج العديد من الضباط الذين تتلمذوا على يديه.
وقاد طنطاوي كتيبة مشاه في حرب أكتوبر عام 1973، كانت صاحبة معركة المزرعة الصينية الشهيرة التي تكبدت فيها القوات الإسرائيلية خسائر فادحة. كما عمل طنطاوي ملحقا عسكريا في باكستان عامي 1977 و1978، وتولى لواء مشاه ميكانيكا، ثم عمل قائدا للفرقة الميدانية وقائد الحرس الجمهوري، ثم رئيسا لهيئة عمليات القوات المسلحة. شغل المشير طنطاوي منصب وزير الدفاع وقائد عام للقوات المسلحة من عام 1991، وحصل على رتبة المشير في 1993، وحصل على العديد من الأوسمة والمناصب. عقب تنحي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وتفويض القوات المسلحة لتولي شؤون الدولة، تولى المشير طنطاوي مسؤولية البلاد بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، واستطاع بمنتهى الحكمة والقدرة والكفاءة أن يحافظ على سفينة الوطن ويتصدى لجميع المؤامرات خلال تلك الفترة. ودائما ما كان دور المشير طنطاوي وعطاؤه محل تقدير من الرئيس عبد الفتاح السيسي. معانا قائد الكتيبة 16 سيادة المشير حسين طنطاوي، الرجل العظيم اللي قاد مصر في أصعب الفترات. فالمشير طنطاوي القائد العسكري المخضرم ذو الأصول النوبية ثاقب الرؤية، أدى دورا عظيما في الحفاظ على الدولة في أدق وأصعب المراحل التاريخية، في مواجهة ما حاكه لها أعداؤها بمكر ودهاء، حتى أوصلها إلى بر الأمان.